سلام، حاب اشكركم الصراحة على الدعم الخرافي للقناة في الفترة الأخيرة، وحاب اشكر الصراحة أكثر الدعم اللي جاينا في الفترة الأخيرة من السعودية وجمهورنا الجديد واللي له فترة بيدعم، يعني مو جديد بس أقصد إنه الفترة الأخيرة الدنيا زادت عندهم بشكل كذا واضح، حتى عندي في أرقام وإحصائيات القناة وجمهورنا وأهلنا في العراق، وهذه أقوى تحية لكم. طبعا اليوم الفيديو حنتكلم عن أشياء بتخص ألعاب أو خلينا نقول اللي قاعد يصير مع روك ستار وتيك تو وتو كي حتى في نفس الوقت. في أخبار صراحة غريبة وفي أشياء يعني ما كنت متوقعها بتنقال لكن انقالت، وفي برضو بعض الأشياء اللي جاتني في الانستغرام وفي تويتر في سناب شات عن معلومات خاطئة أو بيروجوا لها برضو بعض الحسابات الموجودة في الانستغرام، اللي هي يوم إن شاء الله معاكم بإذن واحد أحد. خلونا نبدأ. أكثر معلومة خطأ قاعدة تتكرر في الفترة الأخيرة إنه يوبيسوفت خايفة من لعبة ريد ديد ريدمشن تخرب عليهم لعبتهم اللي زي ريد ديد ريدمشن. ما في لعبة زي ريد ديد ريدمشن، أو خلينا نقول في كابوي أو في العصر هذاك بشكل عام من شركة يوبيسوفت. لعبة فار كراي وقت ما نزلت أو وقت ما طلع أول تريلر أو تيزر كان بسيط بيورينا اللعبة، طلعت بعض التكهنات وتكهنا حتى إحنا إنه ممكن تكون لعبة فار كراي في نفس الفترة الزمنية اللي فيها لعبة ريد ديد ريدمشن. لكن بعد فترة اللي صار إنه يوبيسوفت وضحت وجانا معرض E3 ووضح لنا لعبة فار كراي عن إيش وبان الموضوع كامل. فماني عارف بعد الكلام هذا كله والتصريحات الرسمية والكلام هذا كله برضو بينعاد نفس الاسطوانه ونفس السيناريو بيرجع من اول وجديد انه يوبيسوفت خايفه من ريد ديد ريدمشن، عشان كذا لما تاجلت فرحت وكانت مبسوطه. الخبر صحيح لكن خطا من ناحيه محتوى. الخبر صحيح انه فكره انه ريد ديد ريدمشن تاجلت فبالتالي يوبيسوفت فرحانه، اتفق معاك، لكن هل هي فرحانه عشان والله بتنافسهم من ناحيه انه عالم الغرب الامريكي ضد واحده من العابهم؟ لا، هي بشكل عام يوبيسوفت مرتاحه انه لعبه من روكستار تأجلت للسنة الجاية وما تتضارب مع سنتهم المالية حتى مع السنة الجاية، لأنه تقريبا أغلب الشركات حتنتهي سنتهم المالية على شهر مارش، تقريبا على شهر 3/2 ميلاد السنة الجاية. ريد ديد ريدمشن حتيجي على بداية السنة الجديدة، يعني تقريبا على نص السنة الجاية، تقريبا خلينا نقول في الربع الثاني حدودها، يعني في وسط السنة، لكن حسب سنتهم المالية ما حتكون مضايقة لهم. عشان كذا حتى رئيس تيك تو اللي هو زلك أتكلم في هذا الموضوع. فعشان بس ننتهي من موضوع يوبيسوفت قبل ما نروح لموضوع تيك تو وتصريحاتهم الغريبة في الفترة الأخيرة، يوبيسوفت قالوا التأجيل مصلحتهم، معناته في فلوس كثير حتندفع لنا وحتجينا من وراء العابنا اللي حتنباع في الفترة هذه. وللتذكير انا افتكر نفس الموضوع صار مع لعبة واتش دوجز، اتأجلت اذا ما خاب ظني بسبب لعبة جي تي اي في، انه يوبيسوفت اجلتها خايفين من لعبة جي تي اي على اساس انه لا تخرب عليهم وتكون منافستهم. نجي الحين لموضوع تيك تو. طبعا انتم عارفين التأجيل اللي صار للعبة ريد ديد ريدمشن للسنة الجاية سوى لخبطة كثيرة مع تيك تو. تصريحاتهم الأخيرة بينت أمور كثير بتوضح لنا توجهات تيك تو مع استوديوهاتها روكستار او حتى مع توكي. السنه هذه احنا موعودين بالعاب، لكن العاب اغلبنا عارفها سواء كانت زي الام بي اي وبعض الالعاب الرياضيه زي دبليو دبليو اي برضو اللي مشهوره ومعروفه من تيك تو، لكن او توكي. لكن هل في العاب ثانيه حتنزل؟ اللي واضح انه ما في شيء حينزلوه سواء تيك تو او حتى روكستار او توكي خلينا نقول. فالسنه هذه حتكون ميته، وهو صرح انه هذه السنه احتمال تكون اضعف سنه ماليه حتمر عليهم، لكن قوتهم حتكون على السنة الجاية. وهنا كانت المفاجأة انه في لعبة اللي هي ريد ديد ريدمشن احنا عارفين حتنزل السنة الجاية، بالاضافة في لعبة ثانية حتكون من استديوهات 2K، لكن ايش هي اللعبة هذه ما حد عارف، لكن كل اللي نعرفه انه ترابل ايه لعبة قوية، ممكن تكون بوردر لاند، ممكن تكون بايوشوك، ما اعرف، وممكن تكون حتى تايتل او عنوان جديد من استديوهات 2K. فللامانه ما اعرف، ما فيها نزلت. بوردر لاند لها فتره ما نزلت، فالموضوع شويه غريب، وخاصه بعد خيبه الامل من لعبه باتل بورن. يمكن اغلبكم حتى ما يعرفها باتل بورن، برضو من استديوهات 2K، ما لها اي حس، اللعبه فشلت. فشلوا تكلم على زلك انه فعلا فشلت اللعبه. فبشكل عام واضح انه زلك غاسل يده من السنه هذه، لكن اتكلم على نقطه جدا غريبه، قال انه ما غير الاضافات الكثيره اللي حتنزل السنه هذه. هل بيقصد الاضافات اللي متعودين عليها في لعبه جي تي اي في، ولا بيقصد اضافه القصه واللي هي المفروض تكون تنقذ السنه الماليه بشكل عام لاستديوهات او لشركه تيك تو بشكل عام؟ نقطه اخيره تكلم عليها زلك، قال انه ما يتوقع ريد ديد حتبيع نفس مبيعات جي تي اي في، ولا ممكن حتسوي ذاك الاداء، لكن اللي نعرفه وحسب كلامه انه برضو انه الاونلاين حيكون اكبر من اونلاين لعبه جي تي اي بالمحتوى. طبعا هذا الكلام ما هو جديد، لكن يعني ذكروا وحب
حبيت اذكر. نجي لموضوع المبيعات، ليش ردت تتوقع انه ما راح تبيع زي لعبه جي تي اي؟ طبعا هو علل باهم سبب انه جي تي اي ما في اي منافس لها من ناحيه انه في لعبه عالم مفتوح بالامكانيات الموجوده في جي تي اي في تتنافس معها، فبالتالي باعت. فتقريبا قال كلمه انا قد قلتها قبل كذا، انه جي تي اي تقريبا في كل بيت موجوده، يعني اللي يلعب دارك سولز بتحصل عنده جي تي اي، اللي بيلعب فيفا بتحصل عنده جي تي اي، لكن المشكله اللي يلعب جي تي اي احيانا مو شرط يكون يلعب الالعاب الثانيه. فكلامه صحيح من ناحيه انه فعلا في كل بيت بتحصل فيه لعبه جي تي اي في، وهذا اللي خلاهم يوصلوا لعدد 80 مليون نسخه انباعت من العاب او من لعبه جي تي اي في. فحبيت اقول لكم بس شيء واحد، هل تتوقع انك انت كلاعب لعبه جي تي اي في، او اذا تعرف شخص يلعب بس جي تي اي في، يناسبه العاب زي لعبه ريد ديد ريدمشن بحقبه زمنيه قديمه في اختلاف كبير، نفس الموضوع اتكرر مع لعبه باتل فيلد، ونفس الموضوع حيتكرر الحين مع لعبه كول اوف ديوتي الجديده. طبعا انا حتكلم عن هذا الموضوع في الايام الجايه، لما تتعود على فتره زمنيه ويرجعوبك بالزمن لفتره زمنيه قديمه، ما اعرف كيف حتكون رده فعل اللاعبين، لكن من التريلرات ومن الاشياء ومن رده فعل السوشيال ميديا بشكل عام يكون الموضوع واضح، بس لما يكون منكم بشكل مباشر يكون اوضح بكثير. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، اتمنى انه عجبكم. انا عارف ما في اخبار كثيره عن لعبه ريد ديد ريدمشن، الوضع هدوء وركود بشكل مو طبيعي، فما بيدنا شيء. حبيت اعطيكم ابديت ملخص سريع بحكم ان انا تقريبا الوحيد اللي بنزل عن اخبار روكستار بشكل عام، وهذا بس عتاب بسيط. اللي زعلان انا بنزل اخبار روكستار ما بنزل اخبار ثانيه، تقدر تشيك موقعنا vga4a.com، نزلنا كل شيء والاشياء المهمه حنزلها في القناه. اشوفكم مقطع بكره، سلام.